مرحبا بكم متابعينا على مواقع التواصل الاجتماعي في أهم الأخبار في دقيقة. في أخبارنا السياسية، CIA تكشف معلومات جديدة عن موقع نووي كوري الشمالي تحت الأرض الذي تعهدت كوريا الشمالية بإغلاقه، الذي ما زال يمكن استخدامه على الرغم من الأضرار التي لحقت به خلال تفجير سابق. قوات الأمن التركية تلقي القبض على 4 قياديين بارزين من تنظيم داعش في ولاية إزمير غرب البلاد، بينهم أمير التنظيم في محافظة دير الزور السورية ومحيطها. مقتل مسؤول تنظيم داعش في عدن صالح ناصر فضل الباخشي فجر اليوم في عملية دهم ناجحة نفذتها وحدة مكافحة الإرهاب وقوات الطوارئ والدعم الأمني التابعتان لإدارة أمن عدن على مبنى كان يتحصن فيه مع أفراد آخرين من أعضاء التنظيم. في أخبارنا المنوعة، علماء هولنديون يؤكدون أن زيادة ممارسة النشاط البدني تؤدي إلى ظهور وتطور أمراض خطيرة تجعل الإنسان مقعداً. تطبيق إنستغرام سيتيح لمستخدميه تنزيل جميع صورهم الشخصية المنشورة على التطبيق بالإضافة للبيانات الشخصية التي تم مشاركتها على خطى موقع فيسبوك.